معكم وفي إطار متابعتنا للمؤتمر الدولي حول دور الغواصين في حماية البيئة البحرية واللي تستضيفه دولة الكويت تحت رعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. يسعدنا أن نستضيف البروفيسور تود باربر رئيس مجموعة تطوير كرات الشعاب المرجانية في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الدكتور عدنان سلامة الأستاذ في كلية العلوم في جامعة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية الشقيقة لإلقاء الضوء على مشاركتهم في هذا المؤتمر. Good morning professor and welcome to Good Morning Kuwait show. Thank you. Good morning. صباح الخير دكتور. حيكم معنا. طبعا اكيد راح نتكلم ما بين العربية والانجليزية and I'll take my time to translate what you said what you say into Arabic Great. to our audience. First of all for professor Todd is the use of reef pool artificial reef increase the fish stock or not? Yes, actually reef balls are designed to not just attract fish but to produce fish. Mm-hmm. On average each reef ball will produce about 400 pounds or 250 kilograms of biomass per year per ball. Mm-hmm. For example, in the world we've put about 100,000 of these down, and then balls are designed to last over 500 years. So already we've added 200 billion pounds of fish to the oceans mm-hmm. in just 7 years, so they work very well for that. I see. يقول البروفيسور تود في خصوص الشعاب المرجانية الاصطناعية اللي هم قائمين على هذا المشروع في الولايات المتحدة بأن الشعاب المرجاني هناك أنه تكون على يعني الآلاف من السنين، ولكن أن يوضع شعاب مرجانية اصطناعية ومن خلال مثلا كل مجموعة من الشعاب المرجانية تنتج تقريبا 400 كيلو من السمك، طبعا ليس لإعادة تأهيل البيئة البحرية من جديد ولكن أيضا إعادة إنتاج الأطنان الكثيرة من الأسماك خلال وجود هذا المشروع واللي استمر أو صار له تقريبا 7 سنوات. أيضا دكتور عدنان تساعدنا أكيد لو قال الدكتور أو البروفيسور أي مجموعة من المصطلحات العلمية خصوصا في أن مشروع متخصص. طبعا مشاركتك في هذا المؤتمر ممثل لجامعة الملك عبد العزيز أكيد وجدة المعروفة بأنها عروس البحر الأحمر، والبحر الأحمر يعني مشهور في حقيقة شعاب المرجانية المتميزة ك يعني أحد بحار العالم، فنبي نتعرف على مشاركتك وهل للبحر الأحمر علاقة في مشروع أبحاثكم أو لا؟ والله طبعا أنا حضرت هنا المؤتمر ممثل لرعاية الشباب، معلش بس جميل صحيح حابب جميل يعني أمثل الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وبقدم ورقة عمل، قدمت ورقة عمل وليس بحث بخصوص اللي هو دور الغواص في حماية البيئة البحرية. طبعا افهمنا عبد المنعم السيسي ان انت ممثل لجامعة الملك، ولكن بس انا فعلا من جامعة الملك عبد العزيز، طبعا الواحد افتخر انه يكون من جامعة الملك عبد العزيز، بس انا فعلا جيت بناء على طلب الرئاسة العامة لرعاية الشباب لحضور هذا المؤتمر. والمشاركة حتى الان كيف وجدتها؟ الحمد لله كويس. انا قدمت طبعا ورقة عمل للمؤتمر بعنوان دور الغواص في حماية البيئة البحرية وجهود المملكة، طبعا حاولت اظهرها في ايش سوت للغواص السعودي في حماية البيئة البحرية. يعني الحكومة عندنا تبنت هذا الغواص في البحر، خصوصا المملكة العربية السعودية يعني تطل ايضا على الخليج العربي، وهناك الكثير من مجال يعني الاطلاع على قاع البحر في الخليج وما يحويه من اسرار في خصوص شعب المرجانية. طبعا احنا المملكة والبحر الاحمر كذلك، البحر الاحمر المملكة العربية السعودية بتطل على شواطئ طويلة سواء من الجانب الشرقي او الجانب الغربي. يعني احنا عندنا حوالي 1800 كيلومتر على الجانب الغربي اللي هو على البحر الاحمر. البحر الاحمر طبعا غني بالشعاب المرجانية والحاجات يعني الممتعه داخل البحر. يعني بالاضافه برضه هنا الخليج العربي في بعض من يعني هذه المناظر، بس طبعا لا تزيد عن موجود في البحر الاحمر. Going back to Professor Todd, what's the main cause of repolarization? I'm sorry, reform. Yeah. What is the main cause for reef polarization? The main cause for the deterioration of the reefs themselves? Yeah. And there's a whole lot of reasons that the reefs in the worldwide are declining. pollution is probably one of the main causes. Pollution, fertilizer runoff,
And global climate changes have been big factors in what have declined on the reefs. There's also man's factors. When we put an anchor down, if we don't have a buoy in place, we can destroy a coral. The big problem with the coral is the same thing as the tree in the forest, except that it grows very, very slow. A coral reef just this high may take 1,000 years to grow. Mm-hmm. So a slight damage to this thing sets us back 1,000 years in terms of reefs. Mm-hmm. And without the reefs, of course, you don't have any fish, or just like you don't have any birds. So is it easy to rebuild them with a short time period of time? With reef balls, you can rebuild them relatively rapidly because you're building in a large object already. Corals actually are surface animals that grow on the surface of something mm-hmm. and continue to grow back. But it's still much easier to protect your natural reefs than it is to try to put new ones down. There's a lot of effort, a lot of planning, and a lot of work involved in building reefs. I see. So it's sort of a trade-off. You want to try to keep your natural reefs as best you can, but mm-hmm. when you do damage, then you need to go in and repair those. Just like when you cut down a forest, you must replant those trees mm-hmm. or you lose it forever. I see. هل هذه هذه الطريقة مطبقة في مثلا في المملكة العربية السعودية المشروع اللي تكلم فيه؟ والله هو طبعا يعني مطبق على التجارب الآن. بس احنا طبعا في البحر الأحمر بالذات يعني الكرة الريف منتشر بكثرة ولسه ما صار يعني عندنا التكسير ولا التلوث إلا بعدم الشعاب المرجانية يعني إذا كان في بعض المشاكل اللي ناتج عن الأوزون لاير اللي هي البليتشنج فهذه لسه برضه خفيفة جدا ففعلا احنا جو عندنا جماعة لسه بقوله في الصباح من اليابان وجربوا عندنا بعض الكرة الريف الصناعية دي اللي نسميها الارتفيشال ريف ف يعني هي فعلا بتضيف هو طبعا هنا زي ما بيقول انه انت عشان تبدا الاسماك تيجي تتحاور معنا لان المنطقه هذه بتكون بحجم كبير لما نبدا الشعاب المرجانيه تنمو في المنطقه بتكون حجمها صغير وزيادتها في السنه يمكن على سنتي واحد في السنه الواحده فتخيل كم من السنين عشان تصل الى هذا الحجم فهذه الطريقه بتساعد على إعادة البناء بسرعة هو ذكر هو ذكر طبعا البروفيسور تود بأنه طبعا من الأسباب الرئيسية لتآكل الشعاب المرجانية بشكل عام سواء في أمريكا أو في كل بحار العالم هو نسبة التلوث الكبيرة اللي قاعدة تحصل في البحار وشبهها مثلا في الغابات مثل الغابات تتآكل بسرعة وتعيد بنائها بسرعة لكن هذه النوعية من الشعاب المرجانية واللي أشوف نموذج قدامي الآن هي تحتاج إلى آلاف السنين لإعادة بنائها وبالتالي أي تأثير مثل ما ذكر الدكتور أيضا يكون بحجم بسيط جدا هذا نشوف نموذج الآن على التلفزيون قدامنا يحتاج أيضا إلى فترة طويلة لإعادة بنائها ولكن بهذه التقنية الجديدة ممكن إعادة البناء بشكل كبير وسريع أيضا أرجع أحد الأسباب إلى مناخات التغير العالمي أو ظروف التغير المناخي العالمي اللي موجود في كل مكان في العالم Is this one a sample of the... Yes, this is a miniature size one, obviously. Uh-huh. We make them in all different sizes. Yeah, I see. From 6,000 kilos on down to this size, depending on the size of fish you're trying uh-huh. to do. But it's designed with holes, as you can see, so fish can get in and out of it. It's very heavy on the bottom, so it doesn't move in storms. Sure. And it's a pH-neutralized concrete, so that the corals can attach to it and uh-huh. grow unlike regular concrete. It's also a real rough surface texture on it uh-huh. that helps animals attach and grow because the fish feed on the types uh-huh. of animals inside. And as you can see, it's hollow inside, so the fish have a place to hide when there's a current or a storm. Mm-hmm. Fish are cold-blooded animals, so they have a choice of either eating or conserving energy, and this gives them a place to conserve the energy and to nest and to breed. Uh-huh. It needs to be very complex like this so that the small animals can avoid being eaten by the larger animals, and that's why you have a lot of complexities, interconnected holes and such. I see. يقول البروفيسور بأنه هذا نموذج للشعاب المرجانية لكن هذا نموذج أكيد مصغر لكن هناك يعني نماذج منها تصل إلى آلاف الكيلوغرامات وتنزل في سطح البحر عشان تستقر أكيد بأحجام كثيرة مختلفة هذا التجويف اللي موجود من داخل عشان الأسماك الصغيرة أيضا تستطيع أنها تختبئ مثلا من الأسماك الكبيرة وبالتالي يكون مكان آمن للحماية لها أيضا من التيارات الكثيرة اللي موجودة في قاع البحر كذلك من الكونكريت اللي ممكن يتفاعل مع المياه داخل وبالتالي تستطيع ان الشعاب المرجانيه انها تبني عليه بسهوله وبيسر خلال فتره قصيره او زمنيه اكيد هي على مدى سنوات لكن لا تعادل الاف السنين اللي تحتاجها الشعاب المرجانيه الكبيره لبنائها او بناء انفسها نفسها بنفسها كشعاب مرجانيه طبيعيه
ايضا دكتور عدنان، المملكه العربيه السعوديه مثل ما قلت لها يعني مجموعه من السواحل في الشرق والغرب على البحر الاحمر والخليج العربي، ما هي يعني اهم المشاريع الرائده لحمايه البيئه البحريه في المملكه العربيه السعوديه؟ والله طبعا احنا عندنا جهتين بتمثل البيئه البحريه بالاضافه للجامعات طبعا، وخاصه احنا كليه البحار، ففي حمايه الحياه الهيئه العامه لحمايه الحياه الفطريه، وفي عندنا المصلحة في الأرصاد وحماية البيئة. جميل. هذول بيقوموا طبعا بمشاريع كبيرة واهتمامات كثيرة، وفعلا بيقوموا بتوعية للبيئة البحرية. بدأت التوعية عندنا في يعني في البلد الحمد لله، إنه بدأوا الناس يعرفوا إيش هي البيئة البحرية وكيف يهتموا فيها. فيما يتعلق بمشاريع الغواصين أيضا كون أحد محاور رئيسية في هذه الندوة أو هذا المؤتمر. إيه طبعا احنا بالنسبة للغواصين الاهتمامات يعني أصبحت يعني أكثر من أول، حتى إنه الرئاسة العامة لرعاية الشباب يعني أصدرت قرار بإنشاء لجنة لممارسة الألعاب الرياضية، يعني دخلوا الغوص من ضمن هذه اللجنة لتهتم بهذه الرياضة. نعم. لأنه كان عندهم فعلا دراسات أنه احتمال تسير إلى اتحاد جميل من ضمن الاتحادات الموجودة تحت في مظلة الرئاسة رعاية العامة. الشباب. نعم. إيه طبعا. Last question for Professor Todd. The productivity on increase of the fish stock depends on the productivity of the ecosystem. Yes. So what is the standard or the accepted range for the ecosystem productivity which allow the use reefball in the a certain sea area? And really, there's a lot of different definitions according to what you're trying to produce. For example, if you're trying to produce juvenile fish or small fish, you're going to put in the areas where those small fish traditionally are settled out of the water. For breeding purposes, you'd put them in deeper water where the fish breed. What you really have to do is do a study of the natural reefs in the area and try best to mimic a natural reef. What you're not trying to do is put something artificial. This will turn into a natural reef over time. So you have to look at your own ecosystem and decide where the breeding is happening, where the fish are growing, where they're being fed, and provide reefs for all different stages of the life cycle so that you complete the life cycle. And sometimes there's some bottlenecks in the life cycles. It might be that we're catching the fish right before they breed, or we're catching, there's no habitat when they're small, so you have to augment those particular areas so the whole system becomes balanced. طبعا فيما يختص على تكوين المحيط الحيوي الخاص للبيئة البحرية بالإضافة إلى الفائدة المرجوة يعني أو المنتظرة من هذا النوع من الشعاب المرجانية الاصطناعية، طبعا وظيفتها الرئيسية يمكن أغفلنا أن نذكرها في البداية أنها أيضا قد تتوفر فيها مجموعة من الأغذية اللي تتوفر للأسماك، فبالتالي عملية زيادة إنتاج الأسماك تتوفر على نوعية الأسماك المراد إنتاجها اللي أسماك صغيرة أو أسماك كبيرة، هذا الشيء يجب أن يوفر المحيط كامل يعني خلال الظروف الموجودة في قاع البيئة البحرية، وبالتالي كلها عوامل مرتبطة ببعض، لا نستطيع أن نفصل مثلا المحيط الحيوي ومجموعة التيارات والبحر وين هو موجود، شنو نوعية المياه، شنو نوعية الأسماك أيضا المحيط الأخرى بنوعية الأسماك المراد إنتاجها، هذه كلها تعتمد على مجموعة من الدراسات، بالتالي أكيد الباحث راح يوصل بالنهاية إلى الشيء المطلوب منه. شكرا لوجودكم معنا دكتور عدنان، إذا تحب تضيف أي شيء آخر في خصوص مشاركتك إحنا راح نكون سعداء. والله طبعا إحنا يعني نحب نشكر اللجنة اللي مركز اللجنة المنظمة لهذه الدورة، وفعلا هي هذه الدورة يعني الأولى من نوعها في العالم. يعني ما كان موجود يعني مسمى بهذا المسمى اللي هو دور الغواصين، فهذا معناته انه فعلا انه يعني المنظمين خطوه رائده يحتاجوا خطوه رائده من بلد النادي العلمي الكويتي، وثاني حاجه فعلا بيهتموا بالناس هذول، يعني فعلا الاهتمام بالغواصين اللي هم المرتادين البحار، فزياده الاهتمام هو هذا نتيجه انه فعلا البلد يعني طلبت هذا المؤتمر أو قاموا بهذا النشاط. كل التوفيق إن شاء الله. And thank you for being with us, Professor, and coming all this way from America to Kuwait to participate in this conference. Thank you for being with us. Thank you for inviting us. شكرا لضيوفنا البروفيسور توت باربر رئيس مجموعة تطوير كرات الشعاب المرجانية في الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور عدنان سلامة الأستاذ في كلية العلوم في جامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية والممثل للرئاسة العامة لرعاية الشباب والرياضة في المملكة الشقيقة. ابقوا معنا وباقي فقرات صباح الخير يا كويت على الهواء مباشرة حتى 9:00.
لا تزعل يا بحر، اللي فيك مجروح لنا ماضي معك عبر، لا تندم مرور أهلك اختفوا الإشراع وعنوا النهمل، نعلى الرجال إصباع العز نهم همة، نعم فريق الروز للكويت وهم. على أرض دولة الكويت الحرة يقام المؤتمر الدولي حول دور الغواصين في حماية البيئة البحرية من 22 حتى 26 من مايو 2000، تنظيم النادي العلمي الكويتي. فريق الغوص الكويتي آمال وإنجازات.